بالنسبة لي الاقتراحات يعني هي التشديد في عملية يعني تكثيف من عملية التوعية والتحسيس، لأن يعني لضمان تغيير دائم لسلوك مستعملي الطريق لا يجب أن يكون، يجب هذا السلوك أن يكون تلقائي، لا يجب أن يكون تحت يعني طائلة الرضع أو من طرف مصالح الأمن، لأن يعني معظم الحوادث تقع في الفترة ما بين السادسة مساء ومنتصف الليل، وهنا يعني لا يمكن on peut pas garantir يعني مراقبة دائمة لمستعملي الطريق، هذا من المستحيل، لهذا يجب أن يكون هناك تغيير في السلوك وتغيير يعني طواعية من مستعملي الطريق. بالنسبة لحصيلة حوادث المرور المسجلة خلال سنة 2019، لاحظنا يعني تراجع جميع مؤشرات الأمن المروري، ولو هذا التراجع كان تراجع طفيف، حيث سجلنا بلغة الأرقام 22,507 حادث مرور جسماني، أي بتراجع يقدر بحوالي 2% بالمقارنة مع سنة 2018. بالنسبة لعدد القتلى سجلنا 3,275 قتيل، أي ما يقارب يعني تراجع بواحد في المئة. تقارير تبين أن العنصر البشري متورط في 96% من أسباب الحوادث. عندما نتكلم على العنصر البشري يجب التدقيق في هذا العنصر، هناك عدم احترام قواعد المرور، لا سيما الإفراط في السرعة اللي راه يشكل تقريبا 20% من أسباب الحوادث، عدم الانتباه من طرف مستعملي الطريق من طرف السواق، وكذلك يعني عندما نتكلم على حوادث المرور نظن مباشرة إلى قائد مركبة، ولكن يعني المشاة هم متورطين بدرجة كبيرة لسيما في المناطق الحضرية. كذلك عندما ندقق في هذا العمل البشري نجد أن السواق المتحصلين على رخصة جديدة أقل من سنتين متورطين في أكثر من 20% من أسباب الحوادث. القانون المتعلق بحركة المرور وأمنها وسلامتها صدر في 2017، وكان هناك رفع في الغرامات، في يعني مبالغ الغرامات الجزافية. في هذا الصدد يجب يعني أن يكون هناك مزج ما بين كل ما يتعلق بالتحسيس بالتربية المرورية، وكذلك مع الرضع اللي راهي تقوم به يعني المراقبة بل راه تقوم بها مصالح الأمن. يعني بالنسبة لتجربة مع إسبانيا هي تعتمد أساسا على وضع حيز الخدمة نظام وطني لجمع المعطيات. الآن يعني نلاحظ أن مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني تمتلك تطبيقيات يعني معلوماتية، تطبيقات معلوماتية لرصد حوادث المرور والمخالفات إلى آخره، التطبيقات يعني راهي من جودة عالية، ولكن على المستوى الوطني نفتقد لوسيلة لجمع هذه المعطيات وللتدقيق في أسباب وقوع الحوادث.